ما قولكم في من يصر على حلق حلق لحيته وعندما ينكر عليه ذلك يقول إنني عند إعفائها أتعرض للاستهزاء من قبل أصدقائي؟ اللي يصر على حلق اللحية، ذكر العلماء إن اللي يصر على الصغيرة يصير كبيرة، يصير فاسق. فالفاسق هو الذي يفعل كبيرة أو يصر على صغيرة من صغائر الذنوب، إذا أصر عليها واستمر عليها صار فاسقا. ولا يجوز للإنسان أنه يطاوع الناس ويخشى من الناس، يخشى من الله عز وجل. إذا سخر منك أو استهزأ بك الناس، هل يضرك هذا شيء؟ هذا ينفعك عند الله، ينفعك عند الله. لكن إذا أغضبت الله سبحانه وتعالى وعصيته من أجل إرضاء الناس، هل الناس ينفعونك؟ ما ينفعونك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فعليك أن تتقي الله وأن تخشى الله ولا تخشى الناس، لا تخف من الناس.